قررت الحكومة قبل أسابيع خفض كلفة المتر المربع الواحد في بعض المدن الصناعية المنتشرة في المملكة، وذلك بهدف استقطاب المزيد من الاستثمارات إليها. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا الرئيس التنفيذي لشركة المدن الصناعية عمر جواعد. أهلا وسهلا بك سيد عمر. إذن سأبدأ قبل أسابيع تم تخفيض سعر المتر أو كلفة المتر الواحد في المدن الصناعية، اليوم هل لمسنا أثر أم بعد بجذب الاستثمارات؟ شكرا للأستاذ عبد الله أولا ولقناة المملكة ثانيا. حقيقة هذا القرار الذي جاء بتوجيه من صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني المعظم وبدعم مباشر من مجلس الوزراء ودولة رئيس الوزراء ومجلس إدارة شركة المدن الصناعية، جاء بهدف دعم البيئة الاستثمارية وتعزيزها للمدن الصناعية الجديدة في مادبة والطفيلة والصلب. حقيقة هذا القرار الذي ساهم بتخفيض كلف شراء الأراضي لأول 5 دونمات لكل مستثمر في هذه المدن وتخفيض بدلات الإيجارات، ساهم في إقبال عدد لا بأس به من المستثمرين خلال هذه الفترة الوجيزة على حجز أو توقيع عقود إيجار أو شراء في هذه المدن، حيث قامت الشركة بتوقيع 6 عقود بحجم استثمار يتجاوز 7 مليون دينار موزع على عدد من القطاعات الصناعية، ستوفر ما يقارب 160 فرصة عمل. ولدينا اليوم العديد من الاهتمامات الأكيدة مع عدد من مستثمرين آخرين، سيتم قريبا جدا إن شاء الله الإعلان عن هذه العقود للمباشرة في هذه المدينة. نعم. في هذه المدن عفوا. نعم أيضا سيد عمر، يعني ماذا عن المدن الصناعية التي الآن هي تحت الإنشاء، متى سينتهي العمل فيها؟ من المؤمل قريبا أن يتم التشغيل في 3 مدن صناعية هي في مادبة والطفيلة والصلت، مع نهاية هذه العام ستكتمل البنية التحتية وعناصر الخدمات المساندة. المستثمرين الذين تم توقيع عقودهم تم السماح لهم بالتنسيق مع المقاولين للدخول إلى الموقع المستأجر أو المشترى لعمل الإجراءات الأخرى من تركيب ماكينات للمباشرة في العمل وتجهيز الموقع، ومن المؤمل مع بداية هذا العام أن تكون هذه المصانع جاهزة للعمل والإنتاج. نعم، أي المدن التي تشرفون عليها، المدن الصناعية التي تشرفون عليها هي الأكثر إقبالا لدى المستثمرين؟ كما تعلم أخي عبد الله، شركة المدن الصناعية اليوم تملك 10 مدن صناعية، 6 مدن صناعية عاملة تتوزع من محافظة العقبة جنوبا إلى محافظة إربد شمالا. هذه المدن الصناعية العاملة اليوم تضم بين جنباتها ما يقارب 840 استثمار صناعي يشكل 25% من الصناعات الأردنية في مجال الصناعات التحويلية، تعمل على صادرات بمقارب 1.5 مليار دينار سنويا، يعمل في هذه المدن ما يقارب 54,000 عامل. هذه المدن الصناعية العاملة تم التنسيق لزيادة الطلب على هذه الاستثمارات في هذه المدن، بحيث يتم اليوم عمل توسعة في مدينتين صناعيتين وإقامة العديد من المباني الصناعية ضمن هذه المدن، بالإضافة إلى ما ذكرناه قبل قليل من المؤمل خلال الأشهر القليلة القادمة البدء بتشغيل 3 مدن صناعية جديدة. نعم سيد عمر، أي المدن التي يتم توسعتها الآن؟ عفواً؟ أي المدن هي التي يتم توسعتها، المدن الصناعية التي يتم توسعتها وذلك نظراً لزيادة مدينة المؤقرة الصناعية في محافظة العاصمة يتم توسعتها بما يقارب 320 دونم، ومدينة الحسن الصناعية في محافظة إربد يتم توسعتها بما يقارب 220 دونم. باشرت الشركة العمل بالتطوير والبنية التحتية في هذه التوسعة، ومن المؤمل خلال العام القادم يتم استقطاب مزيد من الاستثمارات في هذه المدن. كما تعلم أخي عبد الله، اليوم جميع الجهود الحكومية والمؤسسات المعنية تتضافر جميعا لتعزيز البيئة الاستثمارية وجذب الاستثمار سواء المحلي أو الخارجي في مجال الصناعة خاصة،
لما لهذا الاستثمار من دور في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة في كافة محافظات المملكة. نعم سيد عمر، هل لديكم أي خطط فعليا لتنمية أو البدء بمناطق صناعية جديدة؟ حقيقة اليوم باستكمال البنية التحتية للمدن الصناعية الجديدة تكتمل عملية بناء وإنشاء مدن صناعية في كافة محافظات المملكة. اليوم تتجه الشركة إلى التنسيق والتعاون وتحقيق الإطار الشمولي والتكاملي مع كافة الجهات المعنية في الاستثمار كهيئة الاستثمار، وزارة الصناعة والتجارة، وكافة الجهات المعنية للخروج وبلورة خطة عمل تهدف إلى تحقيق أو أولاً تبسيط الإجراءات وتسهيل عملية استقطاب الاستثمار الصناعي، وثانياً التعريف بالبيئة الاستثمارية في مجال الصناعة محلياً ودولياً لجذب مزيد من هذا الاستثمار الهادف إلى المملكة إن شاء الله. نعم الرئيس التنفيذي لشركة المدن الصناعية عمر جويعت كنت معنا، شكراً جزيلاً لك.